مساء الخير. يوم محاضرتنا عن الوايت ليجن، هاي المحاضرة أنا شارحة محاضرة قبلهم بيها تقريبا نفس المادة، بس أكو كم موضوع زيادة، يمكن 4 مواضيع تقريبا هيجي، فرح نشرحهم. يعني المواضيع الزيادة اللي رح نشرحهم لونهم أحمر، بداية الموضوع معلمته أنا باللون الأحمر، بينما المواضيع اللي شارحيها إحنا قبل حطيت لها لون الأزرق. يعني هذا اللون مثلا هسه هذا الفوكال هايبر كيراتوسيس شرحته أنا بالفيديو سابق، أو أحط لكم الرابط مال الفيديو بالديسكريبشن رح تلقوها بي. تمام، الوايت ليجن مال سموكليس هماتين مشروح، وهكذا. خلينا نبدأ بالهيرديتري بناين انترا ابيثيليا دي سايكروتوسيس. نعرف اختصارا واسمه الثاني ويتكوف ديزيز. زين، هو هيرديتري اتوسومينال دومينانت. انتبهوا انه اتوسومينال مو ريسيسيف، مو ريسيف اتوسومينال. واسمه الثاني ويتكوف ديزيز. اذا خلي نعيد، هسه اسمه هو هيرديتري بناين انترا ابيثيليا دي سايكروتوسيس، اختصاره اتش بي اي دي. اسم الاخ ويتكوف ديزيز، هو هيرديتري اتوسومينال نوت ريسيسيف. خبرني انه شلون اكتشفوا هذا المرض وهاي السوالف، مع المتهمنا بس نعرف انه الريسك فاكتور مالتنا هو مشكله بالكروموسوم الرابع 4q35. اذا هذا الريسك فاكتور مالتي، هذا راح اعتبره الريسك. سوري، هذا راح اعتبره الريسك فاكتور. هنا نركز عليهم، خلينا اشرها باللون الاخضر مثل احنا متعودين كل فيديو اللون الاخضر للشرات اللي تهمنا. اوكي، نجي على الكلينيكال فيوتشر مالته. بيا عمر اول سنه يبدي، شتي يصير بالضبط؟ بالبر كونجكتيفايتس، كونجكتيفال بلاك بالكورنيال لمس، والوايت اورال، عفوا اورال وايت ليجن. زين، شنو يعني بالبر كونجكتيفايتس؟ عفوا، شنو يعني البالبر كونجكتيفايتس؟ السكليرا مالتنا عليها طبقة رفيعة، اوكي؟ هاي الطبقة دي يصير بيها التهاب، طبقة اللي دا تغطي السكليرا، طبقة شفافة بسيطة تغطي السكليرا دي يصير بيها التهاب. هذا الالتهاب شنو اسمه؟ بالبر كونجكتيفايتس. شنو هي الكونجكتيفال بلاك بالكورنيال لامباس؟ بلاك بالكورنيال لامباس. شنو اللامباس؟ عشان اقول لكم، اكو مثل الحاجز بوردر تقريبا، يعني يفصل بين السكليرا الكونجكتيفايتس الكورنيه، هذا اللمبس. اوكي، هذا هاي معنى كلمه لمبس، اللي هو البوردر او الزون اللي ده تفصل بين الكونجكتيفايتس والسكليرا والكورنيه. شدي يصير اكو هناك؟ دي يصير اكو بلاك، والاورال وايت ليجن معروف هي شنية. هاي بالنسبة لشنو ككلينيكال فيوتشر، 3 شغلات رح اشوف. زين، بعد شنو حاجين؟ قبل اللي يصير عندي بالبر كونجكتيفايتس حتتكون فومي جيلاتين بلاك تشبه الاورال ميكوستال ليجن. قبل لا يتكون البالبر كونجكتيفايتس راح يتكون الفومي جيلاتين بلاك اللي يمثل او اللي يشبه الاورال ميكوستال ليجن اللي تصير عندي. زين، بالنسبه للاورال ليجن ايش راح اشوف؟ طيات بيضاء اسبتوماتيك سوفت بلاك على السبونج ميكوستا. زين، وين موجود؟ بالبكال والليبيال ميكوستا، بالليبيال كوميجر، الفلور اوف ذا ماوث، اللاترال سيرفيس مال اللسان، الجنجيفا والبليت.
وآخر شي بالدوسة مالتان. طبعا هنا معناته انه الشدة مال هذا المرض تبدي تزيد بمنتصف العمر. هاي بالنسبة للمنو بالأورال ليجن. بالنسبة للأوكيولار ليجن جدا يصير عندي شيدينج للبلاك. المريض ده يعاني من فوتوفوبيا خاصة بالإيرليلات، بعدين يصير عنده بلدنس. بسبب شنو هذا البلدنس؟ بسبب الكورنيال فازوكولاريزيشن. إذن بالأورال ميكوسال ليجن عندي وايت فولد أسبتوماتيك سوفت بلاك بالسبونجي ميكوسا. بالأوكيولار ليجن عندي بلاك دي يصير له شيدينج، عندي فوتوفوبيا بلدنس. هاي ك كلينيكال. كهستوباثولوجي يتشابهون سواء الليجن اللي اخذ العين اللي اخذها من العين مال المريض او من الاورال ميكوسا مالته، الاثنين حيشابهون. ايش راح اشوف؟ واحد ابيثيليا هايبربليجيا اند اكناستوسيس. شنو قلنا اكناستوسيس؟ هايبربليجيا تصير بالسباينوس لاير. بعد شنو اشوف؟ اثنين انتراسيلر اوديما. ثلاثة دا اشوف انلارج هايلين كيراتينوسايت. شنو معناها انلارج هايلين كيراتينوسايت؟ دي سايكروتوتيك إليمنت بالسوبرفيشال ابيثيليا. دقيقة، هسه هاي النقطة الثالثة اللي دا نحكي عليها اللي هي دي سايكروتوتيك. شنو دي سايكروتوتيك؟ انا عندي كيراتين، هذا الكيراتين دا يزيد بكمية كبيرة وين؟ بالسوبرفيشال مال الابيثيليا. فهذا الشيء غريب، هذا الشيء الغريب وين اشوفه؟ بيا حالة بهذا المرض. اوكي، اذا هنا ننتبه انه انا عندي دي يصير عندي انلارج هايلين كيراتينوسايت، هذا الشيء المميز. هنا احنا قلنا بكل مكان ندور الجملة المميزة اللي تدليني على انه انا بفلان ليجن، انا بفلان تيومر، بفلان سيست. زين، بالنسبة للسيلر نورمال سيلر فيوتشر بالسباينوس والبيزال لاير، باللور سباينوس والليزال لاير والبيزال لاير عفوا. زين، اكو بعد انفلاماتوري سيل انفلتريشن والجكشن ويل ديفايند. اذا عندي واحد اثنين الثلاثة اللي هي مهمة، اربعة خمسة ستة. العلاج هي سيلف ليميتنج، ماكو داعي اعالجهم، هي بناين ورم حميد، ما تتحول الى ورم خبيث، ما تتحول الى ورم خبيث، تكون وراثية سهلة. هذا اللي قلنا يميز لي، خلينا نحوله باللون الأخضر حتى تركزون عليه. هاي بالنسبة للهيرديتري بناين انترا ابيثيليا دي سايكروتوسيس. من اسمه دي سايكروتوسيس، عرفنا شنو دا يصير بالضبط. دا يصير انه الكيراتينوسايت دا يصير لها انلارج. هذا مشروح بالفيديو السابق، النيكوتين هماتين مشروحة، الهير اللي لوكوبليكي مشروحة، وصلنا للهيرتانج. هذا ايش يصير بالهيرتان؟ الفيليفورم بابلي هي اللي بيها المشكلة، يصير بيها اوفر جروث. ننتبه ان احنا عندنا اكثر من نوع، انا اللي يهمني الفيليفورم. الفيليفورم بابلاري اوفر جروث وين بالضبط؟ بالدورسال سيرفس مال اللسان. هذا ننتبه عليه، هذا يهمني اعرفه. شنو معناتها الهيريتانج؟ فيليفورم بابيلا دي يصير لها اوفر جروث مال موجوده بالدورسام سيرفس مال اللسان. الدنتفريكس اسوكيتد سلاف تشترك ويا منو؟ ويا معاجين الاسنان. هي عباره عن كيميكال بير، حروق كيميائيه او تفاعل للمكونات مال المعجون مال الأسنان، خاصة منو؟ الديترجنت أو الفلافرينج.
لها علاقة بالإسنشيال أويل مال ماوث رينسز. يعني يا أمي اللي علاقة بالمادة اللي تنطيني فلافرينج أو المادة اللي تسوي لي ديتيرجنت بمعجون الأسنان، يا أمي بالإسنشيال أويل كونتينينج ماوث رينسز. هاي أسبابها. كلينيكالي شنو أشوف؟ كلينيكالي أشوف سوبرفيشال وايت سلاف أوف ذا بوكال ميكوسا يصير لها سويبس أوي، بينلس ما يصير لها بروغروسز. العلاج مال المشكلة إنه أني أبدل ماوث رينسز أو المعجون مال أسنان. إذن دي يصير عندي وايت ميكوستال تشينج، تحديدا وين ويا مادة بالسانجينيريا، تحديدا بالمادة اللي اسمها سانجينيريا، المكان وين بالماكسيلاري بيستفيول. بس لا اكو اماكن بعد ثانية تتأثر، بس تحديدا بالماكسيلاري بيستفيول ما بيها ألم، بس يعني ما يصير لها بروغروسز، هي عبارة عن وايت سلاف من البوكا وميكوسا. أسبابها معجون الأسنان والغسولات مال الفم. نجي على السولار كيراتوسز أو الأكتينيك كيراتوسز اللي تشبه منه الأكتينيك تشيلاتيس، هذا اللي إحنا شارحيه بالفيديو السابق. أوكي تشبه، وين تصير أكثر شيء؟ بالأشخاص اللي بشرتهم بيضة، بسبب شنو؟ التعرض إلى أشعة الشمس. هذا الليجن جزء بسيط من عنده يتحول إلى ورم خبيث أو سرطان اسمه سكويموس سيل كارسينوما، تتحول إلى سكويموس سيل كارسينوما اللي هو مالجنينت. تحول الى شنو؟ الى سكويموس سيل كارسينوما، هذا يهمني نعرفه. وين القى اكثر شيء؟ القى باللي يشتغلون برا او يقعدون برا فترات طويله. شنو القى عندهم؟ اكتينيك كيراتوسيس، اسمه الثاني سولار كيراتوسيس، يتحول الى سكويموس سيل كارسينوما القى باللي يتعرضون الى اشعه الشمس فترات طويله، بشرتهم اكثر شيء بيضة. زين شنو عندي كلينيكالي؟ اوفال بلاك سمولر ذان 1 مليم قطرها 1 سنتيم عفوا. هذا انتبه عليه بشغله مهمه، انه ما موجود بالاورال كافيتي. هذا مهم، اول مره ما القى مكان بالاورال كافيتي او تيومر او ليجن يصير عندي بالاورال كافيتي. يصير وين؟ بالفورهيد، التشيك، التيمبل، الاير، اللاترال بورشن مال نيك. فهاي ننتبه عليهم، لان قلنا احنا اي شيء مميز اركز عليه. اللون بين اليلو براون تو ريد، التكستشر رف وساند بيبر لايك، هذا يهمني. اذا هذا كله خل نركز عليه. اذا هي كلينيكالي هي اوفال بلاك سمولر دان 1 سنتيم، ألقاها باللاترال بورشن مال النيك، بالتشيك، بالتيمبرال، بعد وين؟ بالإير والفورهيد. التكستشر مالتها رف وهي ساند بيبر لايك، تشبه منه؟ تشبه الأكتينيك تشيلايتس. كمايكروسكوب شنو راح أشوف؟ لسه هذا كلينيكالي. مايكروسكوب شنو؟ النيوكليار أتيبيا، قلنا شنو معناها؟ تزداد نسبة النيوكليار على السيتوبلازم، بروليفريشن للبيزل سيل، لنفوسايت انفلتريشن سيل، الإلاستيك أو البيزل فيل تشينج إن كولاجين، الروكوغليار كلامس أوف إلاستيك فايبر، ريجنريتد كولاجين. هنوضح دولة آخر شيء، دقيقة خلي نعيد. أول شيء عندنا النيوكليار أتيبية، وضحنا قبل شنو معناها. تزداد نسبة النيوكليار على السيتوبلازم
كل خلية بيها نيوكليار وبيها سيتوبلازم، راح نلقى هنا نسبة النيوكليار أعلى من نسبة السيتوبلازم. بروليفريشن دا يصير وين؟ بالبيزاسيا، وعندي إنفلاماتري لمفسايت. بعد شنو عندي؟ الكولاجين دا يتغير دا يتجدد، الاثنين change بالكولاجين or regenerated بالكولاجين. والإلاستيك فايبر دا يصير بيها تنظيمها دا يتغير، تنظيم الإلاستيك فايبر دا يصير بيه تغير. إذا هاي هم ما تين بيها شغلات كهستولوجي أول مرة أشوفها. بعد شنو علاجها؟ شنو هم ما تين أول مرة يمر علي علاجها؟ اللي هو الكريوثيرابي. هم ما تين أول مرة أشوفها، شنو هو الكريوثيرابي؟ الكريوثيرابي شنو؟ عندنا غاز مال نيتروجين، جهاز نجيبه نشيل بيه هذا التشو او هذا الليجن. يعني هو بضبط علاج بالتبريد، تكون درجة واردة واشيل بيها هاي الانسجة اللي صارت بيها مشكلة. احط الليكويد نيتروجين واشيلها سواء بجهاز معين او بسواب معينة. هاي يسموها كريوثيرابي، يعني تقنية بالتبريد دا نشتغل احنا. اذا هذا المرض بهواية اشياء اول مرة تمر علي، فشو نسوي؟ نركز عليه. اوكي، بعد شنو؟ In patient with conflict actinic keratosis the therapeutic mentally is typical application. اوكي، اذا البيشنت عنده conflict، هاي اذا عنده الاكتينيك كيراتوسيس، اذا عنده الكونفليت اكتينيك كيراتوسيس ايش راح اعالجه؟ توبيكال 5 فلوريوراسيل، توبيكال 5 فلوريوراسيل. زين، بعد شنو اكو علاج؟ اكو كيوريتيد واكو سيرجيكال اكسجين. هذا متين اول مره يمر علي. زين، بحاله الليجن اللي لقيناها انديوريتد او نودولار، انديوريتد شنو قلنا معناها؟ معناها الليجن مالتي هارد، او نودولار بهاي الحاله راح اقول هي مالجننت، اشك انه هي مالجننت فما اشيلها بالكريوسيرجري. شو اسوي؟ اخذ بايوبسي حتى اتاكد انه هي ما تحولت الى سكويما سيل كارسينوما. اوكي، اول شيء اسمه اكتينيك كيراتوسيس او اكتينيك او يشبه الاكتينيك تشيلايتس. اذا هو اسمه اكتينيك كيراتوسيس ويشبه الاكتينيك تشيلايتس. ثاني شيء ممكن يتحول الى مالجننت ليجن اسمه سكويماس سيل كارسينوما، فلذلك اخذ له بايوبسي. شو اكتشف انه يتحول الى هذا الليجن؟ من الى هذا التيومر صار مالجننت من تكون الليجن مالتي نودولار وانديوريتد. زين، وين القى؟ بالفورهيد، التشيك، التيمبل، الاير، واللاتال بورشن مال النيك. تكشر مال طرف وساند بيبر لايك، ركزوا لي على الساند بيبر لايك. اوكي، علاجه كريوثيرابي. كهستولوجي شنو اشوف؟ اشوف انه صار عندي كولاجين صار ريجنريتد، وانه الالاستيك فايبر صارت الركوجيلر. اوكي، يلا هسه الاجيوباثيك ليكوبليكيا شنو دا يصير عندي بالضبط؟ وايت باتش او بلاك، كان نوت بي رابيد اوف، كان نوت بي كاركترايزد كلينيكالي. اللي عاد شلون؟ مايكروسكوب اخذ عينه واشوفها افحصها. اذا هي وايت باتش او بلاك، كان نوت بي رابيد اوف، cannot be characterized clinically. لا عاد شلون اعرفها؟ ما كاتب لكم. اوكي، هي دقيقة بالمايكروسكوب. زين، عفوا،
عفواً بس لحظة واحدة. المهم إذا هي كلينيكالي ممكن أشك إنه هو يكون ليوكوبليكيا، ممكن يكون ليوتشين بلانوس أو كانديدا أو ليكو أدمة. دقيقة سنرجع لها. overview of fractional keratosis WSN شنو معناهم؟ white sponge nevus معناها white sponge nevus. زين لعد شو سوي؟ ممكن بالمايكروسكوب أكو اختلاف. بالمايكروسكوب إيش راح أشوفها؟ من البنان hyperkeratosis ممكن تتحول إلى invasive squamous cell carcinoma. إذا هذا نركز عليه، خلينا نحطه أخضر، نركز على هذا. بالمايكروسكوب أكو اختلاف، راح أشك إنه هي benign hyperkeratosis بالمايكروسكوب وممكن ألقاها واصلة إلى squamous cell carcinoma. بهاي الحالة أحتاج بايوبسي، بهاي الحالة أحتاج بايوبسي. راح يحكون على الاتيولوجي والباثوجينيسيس، على الكلينيكال فيوتشر، على الهيستوباثولوجي، وعلى التريتمنت والبروغنوسيس. نجي على الاتيولوجي، أسبابها شنو؟ إلها علاقة باللي يدخنون أو يستخدمون تبغ الكحول، تروما، كانديدا البيكان، انفكشن، ايرون ديفيشنس، انيميا، سايدروبينيك ديسفيجيا اللي اسمها بلمنار فينسون او باتسترون كيلي سيندروم. وقلنا شنو هو سايدروبينيك ديسفيجيا، شرحته انا بمحاضرة سابقة. هذا شنو؟ اوكي هذا كله جاي يقول لكم مو مهم، بس هفهمكم اياه بصورة سريعة. انه جاي يقول انه هو اكو ريت انه هو يتحول من ليكوبليكيا يتحول لي الى شنو؟ الى سكويموس سيل كارسينوما. زين يختلف، كل دراسة تقول شكل، اكو دراسة تقول على حسب مكانه اختلف، اكو دراسة تقول الاختلاف بينهم على حسب السبب مالته. مثلا البيشن صار لتروما فصار عنده ليكوبليكيا فتحول الى مالجنت، او اكثر شيء باللي عندهم ايرون ديفيشنس انيميا. كل دراسه تقول شكل على اختلاف شيء، فهذا كل حاجه ما يهمنا. اخر سطر قايل لكم انه باليو اس الليكوبليكيا اكثر شيء هي بناين، وين باليو اس؟ وهم عطين ما تهمني هاي المعلومه. نجي على الكلام اللي يهمنا، 5% من الليكوبليكيا تصير مالجننت. يعني اول ما اخذ البايوبسي راح القاها مالجننت. من اجي اخذ بايوبسي 5% من اللي اخذهم بايوبسي اول مره القاها هي مالجننت، 5% بعدين تصير مالجننت، و10 الى 15% اتطورت الى سكويموس سيل كارسينوما. بدت ليكوبليكيا وتطورت الى سكويموس سيل كارسينوما، هاي واضحه. منو اكثر مكان يتحول بيه الى ورم خبيث؟ منو اكثر مكان تبدي بيه وايت باتش ليكوبليكيا وبعدين يتحول الى سكويموس سيل كارسينوما؟ انتبهوا عليها هاي النقطه، الفلور اوف ذا ماوث هو اكثر مكان ممكن يتحول بيه الى ورم خبيث. اوكي ايش حنحكي على الكلينيكال فيوتشر؟ نبدي بالميدل ايج وراء عمر 40، هاي شنو معناها؟ هاي يقول لك انه عفوا نحفظتي بس، هاي يقول لك انه كان قبل يصير بالميل اكثر، هسه ميل وفيميل نفس الشيء لان الفيميل الموسين قامت تدخن. زين الاماكن الاكثر شيء يصير بيها، قبل كان اكثر مكان هو اللسان، حاليا شنو اكثر مكان؟
الماندبيلار ميكوستا والبكال ميكوستا. قبل اللسان هسه الماندبيلار ميكوستا والبكال ميكوستا. بعد منو؟ البليت ماكسيلاري ريج لور ليب فلور اوف ذا ماوث وريترومولار سايت. زين اكثر مكان حتى يتحول الى ورم خبيث منو القاها؟ وين القاها؟ بالفلور اوف ذا ماوث. 10% من عدها تصير ورم خبيث. وراها باللبس والتان، وراهم بالرسو مولر. اذا تبدي بالفلور اوف ذا ماوث، بعدين اللب والتان، بعدين بالرسو مولر. كلينيكالي شلون افحصها؟ ايش حشوف؟ راح اشوف whiteness on basis of inflammated normal appearing tissue. التشو مالتي ما بيها التهاب. whiteness huge whiteness. بعدين يلا تبدي تصير white وthick. ليثر فيشر وارك لايك او فيركس. اذا هي اول شيء huge whiteness، بعدين يلا تصير white. اول شيء ماكو inflammated، تكون ان انفلاميد، بعدين تبدي شو تصير؟ تصير ليثي وفجر وفيركوس. ممكن القوية الوايت زون، القى الريد زون. بهاي الحالة شو اسميها؟ اسميها سبيكلت ليكوبليكي، اللي هي الاريتريو ليكوبليكي، اللي هي اريتريو ليكوبليكي، اللي هي زون بيضة وزون حمراء. هنا راح تكون الريسك مال هاي السبيكليز ليكوبليكيه انه تصير مالجننت ليجن عاليه. من اجي الزمها راح القاها سوفت سموث فاين جرانولر، والاذر ليجن راح القاها نودولار انديوريتد وراف. هنا اتوقع سهله. اول شيء اخذنا أكثر الأماكن الموجودة بيها، هاي أولا، لحظة واحدة بس، وهاي ثانيا، هاي ثالثا، هاي رابعا، وهاي خامسا. بعدين منو أخطر مكان تصير مالجننت؟ أي و بي و سي بالسرة. وراها كلينيكالي شلون أشوفها؟ يعني خليت لكم اياها عدلة. لا اوكي شوية اعذروني على الخط بس لان دا اكتب بسرعة. من هي الخطرة الليكوبليكية او اللي يسموها ازيوباثيك ليكوبليكية لو السبيكلد ليكوبليكية، اللي هي نفسها الاريثريو ليكوبليكية، السبيكلد اللي هي الاريثريو ليكوبليكية هي اخطر من الازيوباثيك ليكوبليكية. زين البروفرايتيف فيركوس ليكوبليكية، احنا اخذنا الايديوباثيك، اخذنا الايديوباثيك. اوكي خلينا هسه بال البروفرايتيف فيركوس ليكوبليكية. عفوا تحفظت هذا مش بيه هذا النوع، هذا النوع بناين. الليجن بيرسيستنت multifocal recurrent locally infiltrative وما بيها metastasis، وذن كلهن شارحين احنا معانيها قبل. زين اسبابها unknown. ممكن الها علاقة بمنو؟ بالhuman papilloma virus. ممكن الها علاقة بالhuman papilloma virus. أكثر شيء يصير بالفيميل أكثر من الميل. نفس أسباب الأورال كانسر الطبيعية ممكن. التشخيص كلينيكالي وباثولوجيكالي الاثنين. تتحول إلى فيركوس سيل كارسينوما.
أو سكويموس سيل كارسينوما ممكن تتحول إلى فيركوس أو سكويموس سيل كارسينوما. من هي هاي؟ البروليفريتد فيركوس ليكوبليسيا. إذا إحنا أخذنا نوعين أيديوباثيك وأخذنا البروليفريتد فيركوس ليكوبليسيا، هاي شبيهة هي بناين، ممكن تتحول إلى مالجنت. شنو اسمه يتحول الى مجد؟ شو حيصير اسمه؟ حيصير اسمه ديركوس او سكويموس سيل كارسينوما. اسبابها ما معروفه، ممكن تشبه الاسباب مال اورال كانسر، وممكن لها علاقه بالهيومن بابيلوما فيروس. بيها ميتاستاسيز يكون انكمون. الميتاستاسيز يكون شنو انكمون؟ هي locally infiltrative, multifocal or recurrent. سهلة مو صح؟ أتمنى مدى أكون دا أشرح بسرعة، بحالة شفتوني دا أشرح سريع قلوا لي، يعني حتى لو أعيدها ماكو مشكلة. آخر شيء الهستو باثولوجي. خلي أقول لكم شغلة، يعني رح أشوف هذا الفيديو وريد يقرأ هذا الليكتشر. أكو فيديوهات قبل هذا الفيديو 2، آخر 2 قبل هذا، شوفوهم هي هماتين، لأن ذولاك الاثنين ويا هذا نفس الأفكار وشي مربوط بشي. أوكي زين، تتحول الهيستوباثولوجيا تبدي من الهايبركيراتوسيس إلى الدسبليجيا كارسينوما إنسيوت، هاي معناها مرحلة بري مالجننت. آخر شي إنفيزيف سكويموس سيل كارسينوما، معناتها وصلنا مالجننت، هاي بري مالجننت، هاي معناها وصلنا مالجننت. زين شنو يعني ديسبليجيا؟ abnormal epithelia disorder growth، بينما اتي بي معناها abnormal nuclear future. ديسبليجيا شنو يعني؟ abnormal epithelia growth. اتي بي معناها abnormal nuclear abnormal nuclear future. اوكي الديسبليجيا تتراوح من mild الى moderate و severe. شرح اجي اشوف بالمايكروسكوب drop shaped epithelia، شرحتها انا هاي قبل بالفيديو السابق. للي ما راح يحضر الفيديو السابق، يعني انا اجي اشوف الابيثيليا شرح اشوفها بالمايكروسكوب هيك مو عدلة. طبيعي شنو يكون؟ يكون الرتي رجي تكون كلها عدلة هيك متساوية. اوكي بيزال سيل كراودينج الركوكيرا ستراتيفيكيشن يزداد الميوتيك بريماتشور كيراتين نيوكليار ليمورفيزم وهايبروكروماتيزم وتزداد النيوكليار سايتوبلازم ريشيو. اذا يمكن انا صراحه شرحت بالفيديو السابق. اوكي زين، من هي اكثر وحده؟ احنا قلنا هي مايلد ومودريت وسيفير. من هي اكثر وحده تتحول الى مالجننت؟ اكيد الوصل مرحله السيفير، اكثر شيء يصير كانسر. اوكي ما عندي فد فشي استخدمه، عفوا يلا نكمل. ما عندي فشي استخدمه حتى اشوف اني وين واصله بيا ستيج. اوكي هذا الحكي اللي انا قلته هذا معناه. لا عاد على شنو اعتمد؟ اعتمد على الثيكنس، هو على الانفيجن، هو وين واصل. شنو يعني؟ يعني شوفوا الفيديو السابق انا شارحته، دوروا على الديسبليجيا، موضوع الديسبليجيا اللي راح ينقسم الى مايلد ومودريت وسيفير، وراح تلقوني شارحه كل وحده شلون اعرفها احنا بالمايلد لا بالمودريت او بالسيفير. اوكي وصلنا للكارسينوما انسيوت، هاي هم شرحها بالفيديو السابق.
بس راح نعيدها مو مشكلة. سريلر أتيبية، هنا ركزوا لي على الفرق بين الأتيبية والديسبليجية، أكتب لكم مهم. شنو تعرف الديسبليجية؟ أبنورمال أريثيليا. أتيبية أبنورمال نيوكليير. زين هاج دا يصير سريلر أتيبية، التشينج ما ينص بي إفيدنت فروم بيسمنت مبرين تو سيرفس. خلي أقول لكم معلومة ذاكرتها أنا قبل. أني عندي ثلاث مراحل، عندي مرحلة إنه أني مالتي الليجن بناين، مرحلة إنه أني مالتي الليجن بريمالجنت اللي هي هاي كارسينوما إنسوت، ومرحلة إنه أني الليجن مالتي مالجنت. شلون أقول إنه الليجن مالتي مالجنت؟ مالجنت يعني إنفايزف، يعني وين واصل؟ واصل للبيسمنت ميمبرين. هنا جاي يقول لك ما واصل التغير للبيسمنت ميمبرين، معناتها نوت انفايزيف. معناها شنو؟ معناها اني بريمالجنت. زين هي ريفيرسيبل ليجن، يصير لها انفيجن يعني بعدين تحول الى كانسر الى مالجنت. شنو اسمه؟ اسمه سكويما سيل كارسينوما للأبر أرديوجكتيف تراكت، بما فيها الأورال كافيتي، يعني تحول إلى ورم خبيث يصير بالجهاز الهضمي العلوي بما فيه الأورال كافيتي. قبل لا يصير هذا المالجنت تيومر راح تكون هي إبيثيليا ديسبليجيا. صحيح، خليني أفهمكم، يعني أحس ذا أشرح بسرعة. يعني هسه هي كارسينوما إنسوت، بعدين تصير إبيثيليا ديسبليجيا. اللي يقصد بيها انه انا بالكارسينوما انسيوت عندي ثلاث مراحل، مايلد ومودريت وسيفير، راح يتحول هي انا عندي قبلها إبيثيليا ديسبليجيا. ورا الإبيثيليا ديسبليجيا راح اوصل لمرحلة السيفير، هي ثلاث مراحل، راح اوصل لمرحلة السيفير. ورا هاي مرحلة السيفير، السيفير إبيثيليا ديسبليجيا حيتحول إلى مالجننت اللي هما من هو؟ اللي هو سكواما سيال كارسينوما أوف أبر أيرو دايجستيف تراكت، بما في السرطان اللي يصير بالأورال كافيتي. أتمنى ما أكون دا أشرح بسرعة. زين هذا الكارسينوما من صار ورم خبيث راح وين يوصل؟ يوصل للبيسمنت ميمبرين، وبعد وين؟ زائد البيسمنت ميمبرين يوصل لللاينا بروبيا. اذا من يقول لك الموضوع واصل عندي للبيسمنت ميمبرين عفوا وللاينا بروبيا، معناها انا صار عندي كانسر. التريتمنت شنو؟ ريبايوبسي، دقيقة خليني أجيب لك بداية. إذا أنا ما عندي ديسبليجيا أو أتايبيكال إبيثيليا راح أسوي فحص وأرجع عيد البايوبسي. هاي بيا حالة، بحالة أنا ما عندي ديسبليجيا أو أتايبيكال إبيثيليا تشينج، إيش راح أسوي؟ فحص دوري. زين بحالة أني مايلز ديسبليجيا راح أجيب المريض أسوي له مانجمنت. مثلا أكو سبب خلي يصير عندي ديسبليجيا أعالجه، يعني أشتغل على الموضوع أو العامل اللي سوالي هاي الديسبليجيا. إذا إذا هو ما عنده أسوي له فحص دوري، إذا عنده وسمايلد أعالج السبب. زين إذا الليجن مالتي كبيرة أو بمكان خطر، إيش راح أسوي؟ راح أسوي للبيشنت فولو أب. إذا الليجن مالتي كبيرة هي أوكي مايلد، المايلد تنقسم إلى اثنين، شفتها صغيرة وبمكان عادي رح أعالج السبب وأشيلها وإلى آخره.
شفتها كبيرة ومكان خطر وصعب علي إنه أنا أسيطر عليها، أقول له يجيني فلو أب. بحالة هي مو دريت أو سفير راح أسوي لها سيرجيكال أكسجين أو أي شيء ثاني. كلش دا أحكي دا أشرحه بسرعة، فخلي نعيد. إذا شتو باثولوجي شرح أشوف في الميكروسكوب، هاي 7 نقاط. الأولى هي الدروب شيب، قلنا شنو يعني. الثانية بيزل سيل كراودينج واضحة، أوركوغير ستراتيفيكيشن ومايوتيك فيجر أبنورمال واضحة، بريماتشور كيراتين. ليش صح شنو قلنا؟ قلنا يصير عندي انلارج للكيراتين، اوكي، النيوكليار ليمورفيزم وهايبر كروماتيزم. النيوكليار ليمورفيزم الشكل اللي بدي يتغير، السايز يتغير. السابعة تزداد نسبة النيوكليار على نسبة السيتوبلازم. هاي كمايكروسكوب شنو اشوف؟ الفرق بين الديسبيجا والاتيبيا وضحناه. قلنا شنو يعني كارسينوما إن سيوتو كارسينوما؟ الأولى نات إنفايزيف، يعني ما وصل لا للبيسمنت ميمبرين ولا لللامينا بروبية. الثانية إنفايزيف، يعني وصل لللامينا بروبية وللبيسمنت ميمبرين. العلاج ما عنده ديسبليجية فلو أب وريبايوبسي، عنده مايلد ديسبليجية إذا صغيرة أوخر العامل، إذا كبيرة أو مكانها خطر أبقى أسوي لها فلو أب، إذا هي مودريت سفير أسوي لها أكسجين. أوكي، هذا بأسماء ثانية مهمة جدا ومر علي كأمسكيوات، اسمها أريثيميا ميغرين أو اسمها بناين ميغريتوري كلوستايتس. ركزوا عليهم، أسماء الثانية مهمة. اوكي، اسبابها غير معروفه، يصير بالوايت والبلاك اكثر من المكسيكان امريكان. يشترك ويا منو؟ يشترك ويا الفيشرتان، يعني ممكن مش مو دائما ان البيشنت عنده جيوغرافيك وفيشرتان بنفس الوقت، ممكن لها علاقه باللي يدخنون او بسبب السترس، ممكن يصير ويا أمراض، يعني ممكن هذا الجيوغرافيك تان يشترك ويا أمراض مثل السورياسيز الصدفية، الديرماتيسيز، سيبوريك ديرماتيسيز هذا السبب يصير بالجلد، ريتر سيندروم وأتروفي. زين، إذا منا اللي يهمني أسماءه وإنه ممكن يشترك ويا الفيشر تان. عفوا لحظة واحدة، اوكي، نجي على الكلينيكال فيوتشر. شنو بعد بيب الله؟ كلينيكال هيستو وتريتمنت ونكون خلصنا. حلو، الكلينيكال بالومن اكثر من المين، بالغير مدخنين اكثر من المدخنين، بالصغار بالعمر، باللي عندهم حساسية أو أتوبك، بالأطفال اللي جوا عمر 10 سنوات. شلون كلينيكالي؟ شو أشوف كلينيكالي؟ أشوف أتروفيك باتش محاطة بإليفيتد مارجن، أتروفيك باتش محاطة بإليفيتد مارجن، يعني شو أقول لكم؟ كأنه خشفة باللسان، داير مدايرها مارجن واضحة مبينة. زين، بعد شنو أشوف؟ Disseminated area appear red tender. وين؟ على بعدين تبدأ تنتقل وين تروح؟ تروح على الدورسم مال اللسان. إذن واحد atrophic patch و elevated margin، اثنين disseminated area و tender، ثلاثة
تتحول توصل للدورسم مال اللسان. زين بعد شنو عنده؟ قلنا هي تشترك ممكن ويا الفيشر او اسمه الثاني ليكيتد تانج. ليش ما معروف؟ ممكن بسبب الكانديدا انفكشن او الفانجل بصورة عامة. ممكن اكو فانجل يصير بالبيس مال الفيشر تانج. ما ألقى اختلاف بالفلور اوف ذا ماوث او البكل او الجنجفة، بس ممكن ألقى، ما ألقى اختلاف، بس ممكن شنو ألقى؟ red atrophic lesion أو white keratotic margin باللينجوال. يعني هسه هي موجودة على اللسان، ورا فترة تروح وين؟ تروح للدورسم مال اللسان. حلو، ما رح ألقى تغيير بالفلور مال ماوث وبالبكل ميكوستا وبالجنجفة. ممكن وين ألقى؟ red lesion و white margin، ألقاها من جهة اللي نقول سهلة. زين بعد شنو بها أعراض؟ أسبتوماتيك، ما بها لا ألم ولا أي شيء. ممكن البيشنت يصير عنده irritation و tenderness، خاصة إذا هو يشرب كحول أو يأكل أكل سبايسي. ها هي هاي كلينيكال واضحة. الهيستوباثولوجي، واحد الفيليفورم بابيلا اتروبيك، الفيليفورم بابيلا اتروبيك. اثنين المارجن هايبر كيراتوسيس واثناثوسيس. احنا شنو قلنا؟ قلنا هي عبارة عن ليجن توصل للدورسم مال اللسان، هي ناصية وحواسها عالية. هيش نفهمها ناصية وحواسها عالية. نترجم هذا الحكي يقول لك هي الباب اللي اتروفيك راح تشوفها، والمارجن حتكون هايبر كيراتوسيس واثناثوسيس. زين بعد شنو؟ اريثريوماتوسيس اريا لوس كيراتين. عندي لمفوسايت ونتروفيل. اذا هي راح القى اريثيوماتوسيس اريا بالسنترال بورشن، لوس اوف ذا كيراتين، وراح القى شنو؟ نتروفيل ولمفوسايت. بعد شنو القى؟ القى ليكوسايت، انفلاماتوري سيل، نتروفيل، لمفوسايت، بلازما سيل. هاي شنو معناها؟ ممكن بيشن عنده صدفية تلقى عنده جيوغرافيك تايم، وممكن لا، يعني مو دائما. اللي يهمني هذني الثمان نقاط. وقالي آخر شيء التريتمنت اند بروجنوسيس. التريتمنت والبروجنوسيس هي سيلف ليميت، من وحدة تروح. اسبتوماتيك، ما بها اعراض، ما يحتاج لها علاج الا اذا بها اعراض. بهاي الحالة اقول له يهتم بنظافة الماوس مالته، يستخدم ماوس رينسز بصوديوم بايو كاربونيت. ممكن يستخدم توبيكال ستيرويد على مود خاصة اللي بي انتي فانجل ايجنت على مود الانفكشن، وري اشور للبيشنت انه هو بناين. ري اشور للبيشنت اشرناها. اذا العلاج شنو؟ اطمن المريض انه هو فد شي عادي ومو مؤذي ومو ورم وخلاص. بحالة البيشنت شفت عنده اعراض او صار عنده التهاب، راح اقول له يا اما ياخذ ستيرويد اذا حاله شديده، او ما بس يهتم بانه هو يستخدم ماوث رينسز بيها بايو كاربونيت. خلاص انتهى الموضوع.
يعني اكثر شيء يهمني من هذا الموضوع هذا الافطر، هاي اكثر شيء تهمني صراحه يعني، وهذا شرحناه بالفيديو، هذا كله شرحناه اللي شيء بلانا خلصنا. أنا أحس شرحت بسرعة ما أدري ليش، إذا ما فهمتوا شفتوا الموضوع يعني بعدكم ما وصل فكرة بعدها قولوا لي حتى نشرحه مرة ثانية. تمام، هيك بقالنا بكرة نباثر إن شاء الله.